أخبار اليوم. الشاعر الكبير سيد حجاب، بنرحب بحضرتك في بيتك بوابة أخبار اليوم. ومن جائزة ساويرا الثقافية كنا عايزين نعرف ايه انطباع حضرتك على الحدث النهاردة واستمراره لمدة 11 سنة، ايه رأي حضرتك؟ انا فرحان جدا 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 بهذه المبادرة المحترمة من مؤسسة رأسمالية وطنية محترمة ترى أن لها دورا في تنمية المجتمع ثقافيا وفكريا، وتتوجه لخدمة الفكر والثقافة بهذا الشكل بتحفيز المبدعين وتشجيعهم على في إطار الحرية. هذه مبادرة مهمة جدا وتستحق الوقوف إلى جوارها، وزي ما أنا قلت في كلمتي أرجو أن تتسع لتشمل الشعر. ده عودة بينا للدور الاجتماعي اللي كان بيلعبه رأس المال المصري الوطني منذ أيام طلعت حرب، اللي أسس مطبعة مصر واللي أسس شركة مصر لترخيص التمثيل اللي بقت بعد كده المسرح القومي واللي أسس استوديو مصر وبعت البعثات للخارج ليدرسوا السينما. هذا إدراك صحيح لأن رأس المال عليه دور مجتمعي إذا أداه فهو يصون السلم الأهلي ويصون الرفاه الاجتماعي في نفس الوقت. حضرتك شايف تأثير الشعر أو دوره بيبدأ إن هو يقل لحد كبير في الفترة الأخيرة، ما بقاش فيه اهتمام كبير ده راجع ليه؟ لا مش صحيح، يعني انت اذا قلبت اي حجر في ارياف مصر كلها هتلاقي تحت كل حجر يا شاعر يا قصاص يا روائي. المبدعين المصريين يعني في موجودين ومنتشرين في كل مكان من اقصى الوادي الى اقصاه، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. المساله ان في وقت من الاوقات الدوله تراجعت عن أداء دورها في خدمة مجتمعها، في اقتصاد مجتمعها، في تعليم مجتمعها، في ثقافة مجتمعها، وبالتالي التقصير من الدولة لا من المبدعين. نحن نحلم بثورة ثقافية جديدة، وضع شباب يناير بدورها الأولى في ميادين التحرير، ندعو لاستكمالها بأن يصل فكر الثورة الثقافية إلى الدواوين. شايف إمتى ممكن أنها تنطلق هذه الثورة؟ علينا أن نعمل من أول امبارح في أن يعني نوصل الثورة لدواوين وزارة الثقافة. بشكر حضرتك جدا وبشكرك. شكرا جزيلا.